بسم الله الرحمن الرحيم. كيب دوت جوجل ده موقع ممتاز جدا، بيساعدك على تنفيذ المهام بتاعتك. بتعمل كلمة زي تو دو ليست، يعني الحاجات اللي انت المفروض هتعملها. موجود منه على الاندرويد، وموجود على الايباد والايفون. بكل بساطة بقول له انا عايز مثلا ملحوظة جديدة مثلا، او ريميندر، بحيث ان هو يديني بوقت اقدر احط صورة، اقدر احط لون معين، اقدر اضيف اشخاص تانية معايا لو هي المهمة دي كذا واحد يعملها. فانا هقول له مثلا الاتصال بفاروق. فاروق مين؟ ما اعرفش حد اسمه فاروق. الاتصال بفاروق، تمام. دي نوت مثلا هيحفظها لي، بحيث ايه بفتكر ده انا المفروض اتصل بفاروق، المفروض مثلا ان اروح النادي، يعني الحاجات اللي انا المفروض اعملها. لما حاجه فيهم تخلص ممكن اقول له خلاص دي الغيها، ديليت مثلا، او ممكن اقول له اد ليبل، يعني احطها تحت مثلا الحاجه الشخصيه او الورك مثلا، دي حاجة شخصية مثلا. ممكن تحط صورة عشان تفتكر مين فاروق دوت، تمام. مثل ما هو موجود على الموبايلات، في أي وقت تقدر تدخل تحط أي مهم. مثلا أنت وعدت واحد إن أنت تبعت له كتاب، فتكتب المذكرة دي بحيث تفتكر بعد كده. خلصت الحاجة، حسيت إن أنت في حاجة كنت عايز تعملها ونسيتها، تمام. ممكن تقول له ريمايند مي، يعني فكرني مثلا بكرة، مثلا بكرة الساعة 8 يفكرك إن أنت تتصل بفاروق.